أعلنت شركة دار الأركان عن سداد قيمة الصكوك المتبقية من الإصدار المحلي من الصكوك الإسلامية المستحقة اليوم، والبالغ قيمته 750 مليون ريال، وذلك مبلغ 100 مليون ريال. طبعا متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان. سيد يوسف أهلا بك. يعني حسب ما وضحتم أنتم بأنه تم سداد مبالغ الصكوك المشار إليها من النقد المتوفر لدى الشركة. السؤال المطروح، من أين أتى هذا النقد بالتحديد؟ أتى هذا النقد من إرادة الشركة، من المبيعات والإيجارات للأقراض الشركة. نعم. طيب سيد يوسف، يعني الشركة اللي عدد من الأعوام على التوالي أعلنت بعدم وتوصية عدم توزيع أرباح على المساهمين، كانت بعض الأسباب للمشاريع المستقبلية لدى الشركة للتوسع بأداء الشركة، ولكن متى ستعلن عن توزيع أرباح؟ يعني المستثمرون في هذه الشركة، المساهمون في أسهم هذه الشركة خصوصا في السوق المالي، يعني يستفسرون ويريدون توزيع أرباح، فمتى سيكون ذلك؟ والله يمكن نحن الآن في صدد الحديث عن سداد هذه الصكوك، ولكن فيما يخص توزيع الأرباح مؤكد أن الشركة ترغب في توزيع أرباح للمساهمين، ونتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ولكن هذا القرار يأتي من خلال مقترح من مجلس الإدارة وموافقة للمساهمين أنفسهم من خلال الجمعية العمومية. الشركة أو مقترح مجلس الإدارة عن العام الماضي، الشركة قبل سنتين وزعت أرباح، ونتوقع إن شاء الله عن العام الماضي طرحت الشركة البقاء على الأرباح المحققة عن العام الماضي للاستفادة منها في النمو لهذه السنة. الشركة صار لها ما يقارب الأربع سنوات، وكان في هناك تدفقات نقدية خارجة بسبب سداد الصكوك، وكان فيها انخفاض في معدل الربحية، ولذلك كان من هنا أتى مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للعام الماضي للاستفادة من هذا الكاش للنمو لهذه السنة، لتعود الشركة إلى النمو. ونتوقع إن شاء الله أنه يكون هناك توزيع أرباح، ولكن عندما يبدأ تتحسن نتائج الشركة بإذن الله. طيب سؤال أخير وباختصار سيد يوسف، نحن طبعا على اعتاب إعلان الكثير من الشركات عن نتائجها المالية في السوق السعودي، بدأت هذه الشركات بالإعلان، ما هي توقعاتكم للربع الرابع الأول بالأحرى؟ متى سوف يتم على الأقل الإعلان عن هذه النتائج، وهل هناك توقعات إيجابية؟ والله بالنسبة لي توقعات يعني الربع الرابع هي ليست توقعات الآن، هي نتائج، ولكن ستعلن إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله. يعني نتوقع إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، لأنه الوقت المحدد من قبل هيئة سوق المال ينتهي في تقريبا 20 أو 21 أبريل أو شيء من هذا القبيل، فالأيام قليلة القادمة خلال قبل انتهاء المدة النظامية سيتم الإعلان عن نتائج الربع. وبالنسبة لنتائج الربع لا يمكن الحديث عنها إلا بعد الإعلان عنها. نعم. السيد يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان، ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك.